لانه هسه حبس المدينه يضطر انه الشخص الثاني الدائن يضطر انه ايش ياخذ حقه بطريقه الفتوات، فهذا الاشي كثير خطا يعني، وراح يولد كثير عصابات في الاردن ومشاكل. انا بتخيل انه مش بس مشروع قانون التنفيذ المعدل لازم له تعديل، كل القوانين لازمها تعديل بالاردن للاسف الشديد. في ناس اكيد ما راح يجب هذا الراي، وقوانيننا للاسف الشديد يعني فيها نقاط كثير جوهريه يتوجب على المشرع انه يعيد النظر فيها بشكل كبير جدا جدا. منع حبس الناشئ عن العقود، عقود كثيره ما عدا لعقد العمل اظن، مش مطلع على القانون كامل، ولكن هذا ظلم للدائن. اطلعوا لجهه واحده ثقل ميزان، اطلعوا لجهه واحده المدين المصالح، وجهة الدائن لم مناس اطلع عليه. حبس المدين في ظل هذا القانون أقل من 5000 دينار، فلا يجوز حبس المدين باستثناء الاستثناءات التي بالإضافة إلى الاستثناءات التي وردت في قانون التنفيذ. يعني حق الدائن الآن صار زي ما بيحكوها برا، يعني ما أبدا الدائن ما بيستفيد. الدائن الآن ما بيستفيد. الآن في عندك قضايا كثيرة، هم يحكوا إنه ممكن نرجع موضوع المستأجرين، موضوع المستأجرين انه هذا بنخليها وانه هذا خارج قانون التنفيذ، بس على الفاضي. يعني انت الان راحت الناس راح تتحايل على كل الموضوع، راح يكون في تحايل اكيد مع القانون. حسب الان اخر تعديلات، اذا كان مبلغ الدين يقل عن 5000 دينار لا يجوز حبس المدين، فوق ال 5000 دينار يجوز حبس المدين. بس انا عندي وجهة نظر خاصة انه التفرقة ما بين المدين الموسر والمدين المعسر. اكيد لا، أكيد لا، يعني لأنه هيك حقوق الناس حتضيع مبدئيا. يعني ما يعني إذا أنا مثلا بدي أمنع حبس المدين، إذا كان في إجراءات بديلة وقوية يعني بمثابة حبس المدين، أو إنه المدين حياخد خطوة، أو إنه ما حي يعني يتغافل عن الموضوع أو ينام على الموضوع، أكيد أنا مع. تمام، إنه أنا بالنهاية مو هدفي أحبس المدين قد ما بهدفي إني أحصل حقوقي من الناس. تمام، فأكيد مش مع هذا القرار إلا إذا كان زي ما قلت لك في يعني بدائل، طبعا بدائل قوية. بدنا نفسح مجال للمدينين إن شاء الله بحل مشاكلهم، بتدبير أمورهم الاقتصادية، وإجراء تسويات مع الدائنين. هذا القرار قرار إيجابي، وإحنا بنثني عليه، ونأمل أن تأخذ الحكومة بهذا القرار. مع توصية مجلس الأعيان بالنسبة لتمديد الفترة بالنسبة للمدين حتى يأخذ مجال أكثر يكون معه مشان يقدر يدبر نفسه، وهذا أنا راح أيد القانون إذا جاء لمجلس النواب. إحنا مع هذا القانون إن شاء الله. ظروف البلد بتفسر الحالة الاجتماعية، وبتفسر أنه هذا القانون لا ملائم ولا غير ملائم في الوضع الحالي. أنا ضد القانون التنفيذي لأنه القضاء عندنا وقف كامل من ناحية تنفيذية، ما في تحصيل الأموال الدائنين نهائيا، والمدينين امتنعوا عن الدفع بكل الحالات. فتطبيق القانون الجديد راح بالنسبة لنا وبالنسبة للجهاز القضاء وبالنسبة للمحامين، أنا راح ينزل من اقتصاد البلد وراح ينزل من إمكانية إنهاء النزاعات ما بين المواطنين. إحنا أشغالنا كمحامين من 2020 واقف بسبب هذا القانون، وراح تزيد سوء أكثر. إن شاء الله ربك يفرجها على الدائن وعلى المدين.